السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم معنا أخوتي في هذا الفيديو الجديد. عن تكلم على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي في مركز خط وسط الميدان للمنتخب المغربي الأولمبي لمواجهة منتخب أوكرانيا في الألعاب الأولمبية، مواجهة اللي غتكون مواجهة صعبة. عن تكلم على أقوى تشكيلة للمنتخب المغربي الأولمبي في مركز خط وسط الميدان، ثلاثة عناصر. حنا كما كنعرفوا المنتخب الأولمبي عنده قوة كبيرة في مركز خط وسط الميدان، واحد القوة اللي هي جارفة طبعا الحال. إذا المنتخب المغربي الأولمبي يحاول أمام بزاف ديال الحوايج بطبيعة الحال مع منتخب أوكرانيا. عنده التشكيلة ديالنا بأسامة العزوزي 23 سنة، لاعب نادي بولونيا الإيطالي، اللي يسمح له أنه يشارك مع المنتخب الأولمبي في الألعاب الأولمبية، لأنه ما كيدخلش في الكوادر ديال فريق بولونيا كما عرفنا في الموسم اللي فات. بطبيعة الحال غنمشيو عند لاعب بوشواري، لاعب نادي سانتيتي الفرنسي، اللي المقابلة الأولى والمقابلة الثانية غتقام على أرضية ملعب الفرقة اللي كيلعب لها، اللي هي فريق سانتيتي اللي صعد من الدرجة الأولى هذا الموسم هذا في الدوري الفرنسي. بطبيعة الحال غنمشيو عند لاعب بلال خانوس 20 سنة، لاعب البطولة البلجيكية، اللي شارك مع المنتخب الأول في كأس العالم كأس إفريقيا، من العناصر الجيدة اللي ممكن تكون داخل المنتخب الوطني المغربي، عنصر اليوم العناصر الكبيرة داخل المنتخب الوطني المغربي.